الظهيرة بتوقيت رمضان، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يترأس مساء اليوم حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. وليلة القدر المباركة شهد إحياءها مسجد محمد السادس في أبي جون الإيفوارية بعيد افتتاحه بأمر من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. بعد توقعات مقلقة لأداء القطاع الفلاحي، هل ترفع التساقطات المطرية الأخيرة سقف هذه التوقعات وتوقعات النمو الاقتصادي؟ توضيحات في النشرة مع يوسف جراوي الفيلالي رئيس المركز المغربي للحكمة والتسيير. يترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس مساء اليوم حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. وفي بلاغ بهذا الخصوص، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الحفل الديني سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند أذان صلاة العشاء. ليلة القدر أعظم الليالي منزلة عند الله عز وجل، هي خير من ألف شهر. ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم فضائلها لا تحصى، ليلة مباركة عظيمة القدر، نقف عند دلائلها وفضائلها وكيفية إحيائها في روبورتاج من فاس لأسامة أفقير دريس الكوهن. ليلة القدر ليلة العمر، أفضل ليالي العام على الإطلاق، شرفها الله بإنزال صورة باسمها تبين عظمتها ومكانتها وفضلها. وما قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر إلا لبيان عظمتها والتنويه بها. هي الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وأما إحياؤها فيكون بكل ما يمكن أن يطلق عليه اسم الطاعة، وأجل ذلك وأفضله قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار وصلاة القيام مع الإمام وفي البيوت. المسلمون يجتهدون في طلب ليلة القدر وتحصيلها وانتفاع كل دقيقة وثانية منها في طاعة الله عز وجل. هي ليلة نزول القرآن الكريم، نزول أفضل الكتب على أفضل الرسل لخير الأمم. ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إذا وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن هذه بعض ما ينبغي للإنسان أن يفعله في هذه الليلة المباركة، وأن يغتنمها وأن يحرص على الاستفادة منها. الله تعالى خص هذه الليلة بالنزول الملائكي، حيث ينزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة فينتشرون على أصقاع الأرض، فيسلمون على كل قائم وراكع وساجد، ويؤمنون على دعاء المؤمنين ويستغفرون لهم. وليلة القدر المباركة تم إحياؤها في العاصمة الإيفوارية، العاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار أبيجون، بمسجد محمد السادس الليلة الماضية بعيد تدشين هذه المعلمة الدينية التي كان أعطى انطلاقة أشغال تشييدها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس عام 2017، وأمر بافتتاحها ضمن مساجد أخرى. تم إحياء ليلة القدر في هذا المسجد في أجواء من الخشوع بحضور علماء وشيوخ الطرق الصوفية والمرشدين الدينيين الإيفواريين والمغاربة. من أبيجون روبورتاج مفدين حمزة أيتم سعود ومحمد ماجري. في ذات يوم افتتاحه صار المحج الأول للمصلين بأبيجون محجا لمن يبتغون إحياء ليلة القدر في مسجد محمد السادس، روحانية تبعتها كل تفاصيل هذه المعلمة: دروس، أدعية، وقراءة للقرآن، وإقامة للصلاة حتى مطلع الفجر. والله كان اليوم لدي عمل، لكن عندما رأيت المسجد بداية تجهيزات افتتاحه فأصرينا اليوم أن نأتي ونصلي صلاة العشاء ونحيي ليلة القدر. والله ينصر سيدنا، ونتمنى هذه المنجزات تكون في كل البلاد وفيها الطبع مغربي، وهذا الشيء اللي تنتمناه. سيدي احنا مفتخرين بزاف الملك ديالنا محمد السادس، والله ينصرو، ودار لنا حاجة مهمة. لينا الشرف خدمنا في هذا المسجد، والله لينا الشرف، لينا الشرف كثير كثير، لأننا حطينا واحد البصمة ديالنا. الله
طمأنينة وخشوع يسودان الأجواء، احتفاء بليلة هي سلام للمؤمنين من كل خوف. والمصلون في هذه الليلة المباركة أجمعوا على تميز هذه المعلمة. أنا سعيد جدا لرؤية هذه التحفة المعمارية، هو مسجد جميل جدا، وحضينا بصلاة تراويح مميزة، ونشكر جلالة الملك على هذه الهدية. كنفتخر به، واحد اللمسة اللي هي مغربية هنايا في كوت ديفوار. صراحة كنحسوا براسنا هذا الأجواء اللي هو الجو مغربي. الشكل ديالو جميل بزاف، الأركيتكتور ديالو جميلة بزاف. الحقيقة هذه الصلاة هي صلاة التراويح الأولى اللي دارت هنا ليلة 27، والحمد لله دازت في أجواء دينية جميلة بزاف. الجليج فاسي تبارك الله، يعني بصمات يعني جميلة، والحمد لله هو تيشرفنا ومسجد محمد السادس. حنا كمغاربة فرحانين فخورين ما شاء الله، الجامع مفخرة للمغاربة كلهم، والله يطول عمر محمد السادس، الله يخلينا على خير. ليلة مباركة عظيمة أنزل فيها القرآن، أحياها المصلون في هذا الصرح الديني. ليلة خير من ألف شهر في ثوابها وفضلها ومكانتها. إحياء ليلة القدر في مسجد محمد السادس هنا بأبيجون يمر في أجواء روحانية خاصة. مسجد احتاج لساعات قليلة ليحتل مكانة كبيرة في قلوب الإيفواريين كما المغاربة، بالإضافة لكل من زار هذه المعلمة الاستثنائية. في مدينة القدس المحتلة جموع غفيرة حجت إلى المسجد الأقصى المبارك أمس لأداء صلاة الجمعة الأخير من شهر رمضان. وفي هذه الأيام المباركة تتواصل جهود وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم المقدسيين في صمودهم ضد الاحتلال، وتتواصل عمليات المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها الوكالة تنفيذا للتعليمات الملكية لتعليمات جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. سعاد سعيد راوي. في ليلة هي خير من ألف شهر، وعلى أرض هي من أقدس ما في الأرض، وأمام الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة للمدينة المقدسة تمتد أيادي الشباب المتطوعين لوكالة بيت مال القدس الشريف، تمنح وجبة الإفطار للآلاف من المصلين ظلت في خدمتهم من وقت قبيل الفطور إلى وقت السحور. لا يا عم لله، كل تصدروا من عندنا. عملية الدعم الإنساني مستمرة في مدينة القدس منذ الإفطار في هذه الليلة المباركة، حيث استمر توزيع الوجبات من الإفطار إلى لحظات السحور، حيث استفاد رواد المسجد الأقصى المبارك بمئات الوجبات التي تم توزيعها بوابات البلدة القديمة كباب العمود وباب السهرة وباب الأصباط، بالإضافة إلى أزقة وحواري البلدة القديمة. وكالة بيت مال القدس وكبت المقدسيين طيلة شهر رمضان هنا في المسجد الأقصى وفي العديد من المؤسسات والقرى والمخيمات تحت عنوان عريض: العملية الإنسانية التي أرادها جلالة الملك محمد السادس أن يكون لها وقع خاص في قلوب المقدسيين. وبالنسبة لنا يعني احنا عملنا انجاز كويس للقدس ولاهلنا بالمغرب، وساعة حبينا يعني نقدم احلى الوجبات ان شاء الله تعالى. شكرا يا ملك المغرب على الوجبات للسحور بليلة القدر. في ليلة القدر المباركة ييمم اولى القبلتين وثالث الحرمين ازيد من 200,000 مصل، امة في جسد واحد، تسجد وتركع وتسبح للواحد. تدعو وتبتهل وتترجى الكريم في صلاة التراويح أن يروح عن نفس تعبت في غزة وأتعبت معها نفوسا تتقاسم معها الوجع وتسألها الدعاء. وفي قطاع غزة تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم 83 بعد 100، وتواصل سقوط مزيد من الشهداء والجرحى في أنحاء مختلفة من القطاع، حيث استشهد خلال الساعات 24 الماضية 46 شخصاً.
ووسط حديث عن تغيرات دولية تنحو باتجاه الضغط لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وصف مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن جريفيث العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 6 أشهر بأنه خيانة للإنسانية. نعود وطنيا، يواصل التعهيد أو الأوتسورسين ازدهاره كقطاع وخيار استراتيجي للمغرب الذي يتميز بتنافسية من حيث التكاليف ومن حيث كفاءات المؤهلة والمتعددة اللغات. سجل القطاع رقم قياسي جديد وغير مسبوق ببلوغ حجم صادراته ما يقارب 18 مليار درهم برسم سنة 2023 بارتفاع بلغت نسبته 14% مقارنة مع العام 2022 وفق الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف، وهو إنجاز آخر للمملكة التي تتموقع في المرتبة الثانية إفريقياً في هذا القطاع، قطاع التعهيد. بعدما سجل من تساقطات مطرية خلال الأسبوع الماضي، واصلت نسبة ملء السدود تحسنها وبلغت إلى حدود اليوم 32.27%، أي ما يعادل أزيد من 5,200,000,000 متر مكعب. لكن نسبة الملء هذه تبقى أقل من تلك المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية والتي بلغت 34%، كما أن بعضا من السدود على رأسها سد المسيرة بحوض ملوية تبقى نسبة ملئها ضعيفة، حيث سجلت النسبة الأكبر من التساقطات بشمال المملكة خاصة بحوض اللوكوس الذي بلغت نسبة ملء سدوده في الإجمال ما يزيد عن 63%، فيما بلغت نسبة ملء سبو حيث يقع سد الوحدة أكبر سدود المملكة بلغ 50%. وإلى جانب إنعاش حقينة السدود والفرشة المائية للتساقطات المطرية الأخيرة، وقع إيجابي على القطاع الفلاحي بعد انطلاقة متعترة لهذا الموسم بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي طبعها ضعف التساقطات المطرية وتوزيعها المتفاوت مجاليا وزمنيا، إذ كشف بنك المغرب عن توقعات مقلقة قبل أسبوعين بخصوص القطاع الفلاحي. فهل الأمطار الأخيرة كفيلة بمراجعة هذه التوقعات سواء بالنسبة لقطاع الفلاحة أو بالنسبة لنمو الاقتصاد ككل؟ لتوضيح ذلك ينضم إلينا مباشرة على الهواء من الرباط السيد يوسف قراوي الفلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير. أهلا بك سيدي. إذن الجفاف الذي توالت سنواته حتى بلغت 6 سنوات وعدم انتظام ما يسجل من تساقطات مطرية من حين إلى آخر، كل ذلك أدر كثيرا بالفرشة المائية وبالقطاع الفلاحي على الخصوص. ما سجل من أمطار خلال الأسبوع الماضي هل هو كفيل بأن ينقذ الموسم الفلاحي الحالي؟ نعم سيدتي الفاضلة، هو بالفعل في الوقت اللي كنا كنتحدثوا على واحد نسبة ملء السدود اللي كانت في حدود 25%، التساقطات المطرية الأخيرة جعلتنا أننا نوصلوا اليوم لواحد 32% نسبة من الملء، ولكن اللي خصو ينتبهوا له المواطنات والمواطنين أن هذه النسبة كتبقى نسبة متوسطة على كل التراب الوطني. هذا كيعني أن هناك واحد السدود اليوم لنسبة الملء فيهم ضعيفة، هناك سدود يعني شبه يعني فارغة من الماء، وهناك سدود كما قلتي اللي حققت أكثر من 100% من الملء. ولكن هذا المستوى اللي وصلنا له ديال يعني الملء كمتوسط على المستوى الوطني غادي يمكننا على الأقل يعني باش نأمنوا الماء خلال الصيف، ما تكونش هناك انقطاعات فيما يخص الماء الصالح للشرب. غيمكن لنا ايضا ان تكون عندنا واحد المياه اللي غادي تستعمل في القطاع الفلاحي والقطاع الزراعي لانهاء هذا الموسم الفلاحي الحالي. اذا امنا على الاقل هذا الموسم الفلاحي في انتظار الموسم الفلاحي المقبل، ولكن اللي خصنا ننتبه له الاجهاد المائي والضغط المائي لا زال قائم. وهناك واحد العدد من الناس مؤخرا سمعتهم ان كيقولوا بان مشكل الماء ما بقاش وبان الفلاحه مامنه، غير صحيح. الاجهاد المائي لا زال قائم لان هذه نسبه الملء السدود هي في تراجع كما قلت سيدتي في البدايه، والسنوات المقبلة لن تكون سنوات سهلة، هناك ضغط مائي كبير، هناك تقلبات مناخية، والقطاع الفلاحي يعني هو المعني الأول بهذه المسألة هذه. فقط يعني باش نعطي واحد المؤشرات بعجالة، اليوم نسبة استعمال المياه في القطاع الفلاحي هي في المغرب 89%، في الوقت أن على المستوى الدولي كنتحدثوا على 70%. اليوم مثلا غير إلى تراجعات على حسب واحد من عدد ديال الدراسات الاقتصادية
الاقتصاديه الى تراجع الاستغلال المائي في القطاع الفلاحي وفي القطاع الصناعي وفي القطاع ديال يعني الصناعات الغذائيه تراجع ب 25%. رحنا غادي نوصلوا لواحد نسبه النمو ديال ناقص 8.5% وغنفقدوا على مستوى الميزان التجاري 6 مليار ديال الدرهم كل سنه. اذا هذه معطيات كتجعلنا اننا نبقاو حريصين نبقاو نتابعوا وخصنا نمشيو لواحد الاجراءات فعليه اللي هي سريعه واللي عندها واحد الواقع كبير. يعني الاجراءات اللي معروفه يعني بالمنهج ديال 20-80 يعني غنمشي لواحد 2% الاجراءات عمليه اللي غتخلينا نحققوا واحد الاقتصاد كبير من المياه. كسبيل المثال مثلا اليوم هذه المياه اللي كتعبى في الاحواض التسعه واللي يعني كتفرق الماء على سدود المملكه واللي بها هناك واحد الاساليب يعني كتستعمل يعني هذاك الانابيب ديال المياه اللي كتمشي باش كتستعمل المياه في المجال الفلاحي. خصنا نعرفوا ان كمتوسط على المستوى يعني الوطني عندنا واحد 40% ديال التسريبات ديال المياه هذا ضايع. اليوم خصنا اعاده الهيكله واعاده الاصلاح ديال هاد القنوات ديال التسريف ديال المياه هي اساسيه جدا باش يعني نقتصدوا استعمال الماء في المجال الفلاحي اللي كيستهلك لنا 89% من الاستعمال العام ديال المياه في المغرب. هذه مثلا هذا اجراء مهم خصنا نتوجهوا له وخصنا نمشيو له. اكيد ان 11% ديال الاستعمال المنزلي حتى هي غنمشيو فيها من تحسيس من توعيه الى اخره، ولكن اللي خصنا نركزوا عليه اكثر الاستعمال ديال المياه في العجله ديال الاستغلال لا على المستوى الفلاحي ولا على المستوى الصناعي ولا على مستوى الصناعات الغذائيه، لان هذا هو اللي غيخلينا نقتصدوا في الماء. وهذه المياه اليوم اللي عبئنا على الاقل نحافظوا عليها خلال الموسمين الفلاحيين القادمين، ولكن طيب بقينا في نفس بالعوده الى القطاع الفلاحي السيد الفلاحي. يعني هذا القطاع اداؤه يؤثر بشكل كبير على نسبه النمو نمو الاقتصاد ككل، بل انها هاتين النسبتين هما مرتبطان. ما هي التوقعات الحاليه لاداء القطاع الفلاحي في ظل هذه التساقطات ولو ربما على قلتها في الإجمال في إجمال الموسم الفلاحي، وبالتالي توقعات بالنسبة لنمو الاقتصاد الوطني، يعني علما أن المندوبية السامية للتخطيط كانت خفضت توقعاتها للنمو بناء على السيناريو مستوى أقل من المتوسط بالنسبة لإنتاج الحبوب، وأيضا بنك المغرب كان أصدر توقعات بعدم تجاوز سقف 25 مليون قنطار قبل أسابيع قليلة. نعم، واللي خصنا نتبهوا له اليوم حتى في القانون المالي كنتحدثوا على واحد 3% ديال النمو الاقتصادي ملي كنكونوا حققنا واحد 75 مليون قنطار. بالفعل انا تابعت يعني التصريح ديال البنك المغرب والتقرير الاخير اللي كان خرج قبل التساقطات المطاريه تحدثنا على 2% ديال النمو. هاد 2% ديال النمو مرتبطه اساسا بالتراجع المحصول الزراعي والتراجع المهوي اللي كان في التساقطات مسجل قبل بطبيعه الحال هاد التساقطات المطاريه الاخيره. اليوم مع التساقطات المطاريه غيمكننا نوصلوا تقريبا واحد 50 مليون قنطار، ولكن 75 مليون اللي وضعنا في قانون الماليه اللي كنضمنوا بها 3% ديال النمو يعني غادي تكون صعب التحقيق ديالها. اليوم اللي خصنا نتابعوا النمو الاقتصادي في المغرب لا زال مرتبط ارتباط مباشر ووطيد يعني بالقطاع الفلاحي وبالتالي بتساقطات المطاريه. عندنا اكثر من 85% من الاراضي الفلاحيه المغربيه هي اراضي بوريه يعني تعتمد على التساقطات المطاريه، وبالتالي هذه المقاربه اللي كنبقاو نبنيو عليها النمو الاقتصادي ونبقاو نربطوه يعني بالمحصول الزراعي وبالتساقطات اليوم اصبحت واحد المقاربه غير ناجعه. ضروري نغير المقاربة الاقتصادية ديالنا إلا بغينا نحققوا معدلات ديال النمو مرتفعة. القيمة المضافة الفلاحية سيدتي الكريمة ما هي إلى 12%، ولكن يا ريتي تحمل نقط نمو باش كنحققوا واحد نقطة في المية ديال النمو باش كنخلقوا على الأقل كمتوسط واحد 30,000 منصب شغل. اليوم ضروري نركزوا على القطاعات الأخرى، يعني القطاع ديال الصناعة، القطاع ديال الخدمات. أعطيتي واحد الرقم مهم يعني قبل هذا الحوار ديالنا فيما يخص مثلا ترحيل الخدمات، القطاع الخدماتي، القطاع ديال السياحة، هذه دي كاملة قطاعات مهمة جدا وخصنا نركزوا عليها باش نوصلوا معدلات نمو مرتفعة. إذا بغينا نحققوا 6-7% من النمو ضروري نمشيو للقطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى، ما نبقاوش فقط نعتمدوا على القطاع الفلاحي ونبقاو نربطوا دائما نقاط النمو بالمحصول الزراعي. نعطيك غير كمؤشر يعني في هذا العهد الحكومي الحالي عندنا ناقص 181,000 منصب شغل اللي فقدناه، ملي كنجيو نبحثوا كنلقاو 80% منها جايه من القطاع الفلاحي، وبالتالي ترتبط بالتساقطات المطريه، ترتبط بالتغيرات المناخيه، وعندها علاقه مباشره بالاستعمال ديال المياه في المجال الفلاحي والضغط المائي اللي كنعيشوا اليوم. وبالتالي ضروري اليوم باش نحققوا معدلات نمو مرتفعه اننا ما نبقاوش نركزوا فقط على الفلاحه، نطوروا اكثر الصناعات الغذائيه اللي يعني كتقنن الاستعمال ديال الماء وفيها اقتصاد عالي ديال الماء وجوده عاليه، ونمشيو ايضا يعني للقطاعات الواعده اللي هي الصناعه والسياحه والخدمات. نعم سيدتي. سيد يوسف قراوي الفلالي رئيس المركز المغربي للحكمة والتسيير، كنت مباشرة معنا من مكتبنا بالرباط، شكرا جزيلا لك.
صدقت الحكومة قبل أسبوعين على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذي قدمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهو ما رفضته جمعيات العمل الاجتماعي على أساس عدم إشراكها في إعداد هذا المشروع. روبورتاج مريم أملال ومصطفى السعدوني. ممثلو جمعيات ناشطة في العمل الاجتماعي ملتئمون هنا بالرباط لعرض تصوراتهم ومقترحاتهم بخصوص مشروع مرسوم جديد صادقت عليه الحكومة يقضي بتنظيم مهنتهم. أبرز الملاحظات يقول المشاركون غياب إشراك الجمعيات الخاصة بهم في صياغة وطرح مواد المرسوم. نطالب بإعادة النظر في مشروع هذا المرسوم متعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وكذلك إلى حين يعني تنقيحه ومعالجته على ضوء الملاحظات المسجلة من طرف الجامعة، وذلك في إطار واحد المقاربة هي تشاركية وتشاورية مع كل الفاعلين المعنيين في مجال العمل الاجتماعي. أعطى كذلك توصيات نخرجوا بها باش نحاول ما أمكن أن نتواصلوا بها مع الجهة المعنية الوزارة الوصية باش تأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط. هذه إطار تشريعي يقول القطاع الوزاري الوصي أنه جاء لتحديد الفروع المهنية لمجالات العمل الاجتماعي والشواهد المطلوبة للحصول على اعتماد مزاولته، فضلا عن وضع النظام الأساسي للجمعيات المؤطرة له، والغاية كذلك توفير موارد بشرية مؤطرة. لتعزيز العرض وتوفير موارد بشرية مؤطرة، وذلك من خلال إطلاق البرنامج بهدف تكوين برنامج لتكوين 10,000 عامل اجتماعي في أفق 2030 بشراكة مع الفاعلين الأكاديميين، ذلك عبر الاستثمار في التكوينات النموذجية للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي وتوسيع خارطته التكوينية وتطوير أدواته كرافعة مؤسساتية رائدة في المجال. خلاصات وتوصيات اقترحها إذن ممثلو العاملين الاجتماعيين وعددهم بالمملكة 40,000 بينهم 7,000 أجير في مجال الإعاقة، في وقت يبلغ الخصاص في بعض مهن العمل الاجتماعي 60,000 منصب شغل. في خضم الاحتفال باليوم العالمي للصحة نعرف بالمشاريع والبنيات التحتية الصحية التي أنجزت بدعم وتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعمالا لمبدأ تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. في إقليم سيدي سليمان نموذجا، وحيث افتتح أزيد من 50 مرفقا صحيا في السنوات الأخيرة، نزور دار الولادة في روبورتاج لمولودي زين الدين تحرير بشرى رئيف. هنا بدار الولادة وضعت فاطمة مولودها في ظروف جيدة أنستها مرارة تجربة الولادة الأولى. اليوم في هذه الدار التي فتحت أبوابها قبل 4 سنوات، الخدمة الصحية قريبة متوفرة وولوج العلاج مضمون للأم والطفل. دي خطرة باش مشيت لولدي ولات غير في الطريق، ولات واحد تكرفص، دابا ماشي داش بحال الأمور. دابا دار الولادة سهلت علينا الأمور، يعني فيها إمكانية كل شيء. شهدت هذه الدار أكثر من 100 حالة ولادة، وهي مشروع من بين 52 مشروعا صحيا رأى النور بإقليم سيدي سليمان في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بالعمري هو مشروع اللي تأسس مع شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واللي كيجي باش يخفف العبء للمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، وكذلك من أجل تقريب العلاجات الأولية وتجويد العلاجات الأولية بجماعة سيدي سليمان والجماعات المجاورة. كلفة الإجمالية ديال هذا المشروع تقارب 1,000,000 درهم، واللي تستفدوا منها النساء القرويات المقيمات بجامعة الدرب العامري بمختلف الدواوير المحيطة بهذه الجامعة. أكيد أن هذه دار الولادة كان الهدف ديالها الأساسي هو الحرص على ولادة هذه النساء في وسط مراقب صحي. كنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ملي ولات حدانا دار الولادة. كنا كنمشيو سيدي سليمان كنتمرتو، كان طريق بعيده، الناس دابا ديال الدواور ولاو كيجيو لهنايا كيلقاو زعما الصراحه الطبيب قريب ليهم. دار الولاده بالعمري هي تكريس ميداني اذا لجهود المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في الشق الصحي باقليم سيدي سليمان، وذلك في اطار المساهمه في التقليص من وفيات الامهات والاطفال حديثي الولاده خصوصا بالعالم القروي. في فقرة صحتي في رمضان، فقرة اليوم عن اغتنام الشهر الفضيل فرصة للإقلاع عن التدخين. الفقرة من إعداد سمية الدهيمي.
نعرفوا بان في رمضان هو شهر ديال الصوم وديال واحد الجانب روحاني، ولكن الناس اللي تكون عندهم ادمان على السيجاره تكون واحد الصعوبات، واحد القطعه اللي تتخلي السلوك ديال الانسان يتبدل، يولي من دافع وبعض المرات يكمي اكثر من هذيك الكميه اللي تيكمي عاده بالنهار، يحس بواحد القطعه اللي تزداد ويولي يولي اضطرابات عصبيه، ويولي واحد السلوك اللي تيكون اللي ما تيخليش هذاك الجانب الروحاني ديال رمضان ياخذ بلاصتو ويكونوا الايجابيات. بحال تنقولوا هو احسن حاجه واحد ما يدخلش، ولكن فاش يكون عنده ادمان يقدر ياخذ لا سيغاريت الكترونيك ولا التباشوفي باش يقدر ينقص من هذيك لا سيغاريت كونفنسيونيل اللي تتشكل واحد الخطوره كبيرة على الصحة ديالو. المشكل في رمضان هو الناس اللي تيكونوا تتناولوا سيجارة ولا مواد تدخينية أخرى تيبقاو فايقين حتى الفجر، اللي هو تضرب الصحة ديالهم النفسية والعصبية وتقدر يؤدي هذاك قلة النعاس الاكتئاب. دونك من الأحسن ما نفوتوش 3 حتى 5 ديال السيجارات اللي تكون مورا الفطور، ونحاولوا نتجنبوا القهوة والأشياء اللي هي دوطخ زيكسيتون من غير مادة النيكوتين تتكون معاها باش ما نزيدوش في تناول السيجارات، وناخذوا الفرصة باش نقصوا من الإدمان ديالنا. رياضيا، فوز مهم يحققه منتخب الوطني النسوي لكرة القدم على نظيره الزامبي ضمن التصفية الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. فاز المنتخب المغربي 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس بمدينة ندولا الزامبية لحساب ذهاب الجولة 4 والأخيرة من هذه التصفيات. أما مباراة الإياب فيرتقب أن تجرى يوم 9 أبريل الجاري بالمركب الرياضي الأمير مولاي الحسن بالرباط. هي معالم دينية وتعليمية بامتياز حظيت بمكانة هامة على امتداد تاريخ المغرب. نتحدث عن المساجد التي نخصص لها كالعادة حيزا ضمن نشراتنا خلال الشهر الفضيل. في نشرة اليوم نزور مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء والذي يعد أحد أكبر مساجد العالم. ريبورتاج جيهان الدبلالي وماجد سعيد عزيز. بالضفة الغربية من المحيط الأطلسي شيد مسجد الحسن الثاني سنة 93 900 و1000. هو أكبر مسجد في المغرب، وتعتبر مئذنته الثاني أطول مئذنة في العالم بارتفاع 220 مترا. هو صرح ديني وتاريخي لاستقبال المصلين وكذلك الزوار من الأجانب، إذ تجاوز عددهم السنة الماضية 40,000 سائح. أعجبتني هذه المعلمة كثيرا، خصوصا الهندسة المعمارية والألوان المستعملة هنا. إنه عمل رائع وهناك إبداع فيما يتعلق بالنافورات والأرضية. لقد أبهرتني هذه المعلمة المتميزة. هذه أول مرة أزور فيها المغرب. تحدثت لي كثيرا عن هذا المسجد، وإن أنا وصلت للتو هنا وعندما نزلت من سيارة الأجرة صدمت بالمساحة المخصصة لهذا الفضاء الديني. وأنا الآن جد متشوق لاستكمال الزيارة بداخل المسجد. بني المسجد على مساحة 20,000 متر مربع بطاقة استيعابية تفوق 80,000 مصلي. هو تحفة إسلامية تجسد الطابع المعماري المغربي الأندلسي، وقد أبدعت أنامل الصانع المغربي من حيث النقش والفسيفساء والزخرفة بهذا الفضاء الذي يجمع بين اليابسة والبحر. هذا المسجد المبارك أراد له صاحبه ومشيده وبانيه جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله تبارك وتعالى أن يكون معلمة روحانية وقال كلمة رائعة تجسد هذه المعاني الروحية والمعاني الدينية. يقول أريد أن يحمل المصلي في هذا المسجد على الأرض، وحيثما نظر يرى سماء ربه وبحر ربه. مسجد الحسن الثاني هو إذن فضاء للصلاة والتعبد، وكذلك هناك مرافق أخرى كمدرسة علوم القرآن ومكتبة عمومية ومتحف يضم أهم الموارد والصناعات التقليدية التي استخدمت في بناء المسجد.
في ليلة من الليالي العشر الأواخر من رمضان، حيث تتوق النفوس لإدراك ليلة القدر، كان مدح خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم على إيقاعات فن المديح والسماع في ليلة أحيتها أمس فرقة جمعية عبد الصادق شقارة وفرقة الزاوية الدلالية الهوارية في إطار فعاليات الملتقى السادس لفن المديح والسماع بتطوان. ريبورتاج صديق بن زينة فاضل السعدوني. بهذا الإيقاع المزماري العريق كان الإعلان عن افتتاح الملتقى السادس للمديح والسماع بتطوان. أمسية تعطرت بأطياب البردة والأمداح النبوية الشريفة أحيتها فرقة عبد الله شقارة وفرقة الزاوية الدلالية الهوارية برئاسة الفنان سعد التمساماني. الطابع اللي كيمتاز به الزاوية الدلالية الهوارية بمدينة طنجة وهو كيمزج بين المديح والسماع المغربي وأيضا ما هو المديح والسماع الجبلي والقصائد الكلاسيكية اللي معروفة في شمال المغرب. عبارة عن وصلات في أشعار وقصائد تخص هذه الليلة المباركة. ليلة مباركة تستحضر عبر فن السماع والمديح ذرراً من قصائد مدح خير البرية ونفائس من التراث الصوفي الأندلسي التي انتقلت صنائعها إلى جيل الشباب عبر التلقين والتكوين. استمرارية هذا التراث هو بالشباب، فعندنا مدرسات عبد الصادق شقارة للمحافظة على التراث بالتلاميذ بالشباب كورال عبد الصادق شقارة، فهذا كله كيمثل استمرارية هذا الملتقى هذا ود التراث الصوفي والشعبي والاندلسي. تراث صوفي اندلسي تنفخ فيه روح الحياة فيطرب الأرواح في مثل هذه المناسبات الروحية والدينية التي تهفو فيها النفوس إلى كل ما يرتقي بها إلى مدارج الصفاء. في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يترأس مساء يومه السبت حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أعلنت في بلاغ بالخصوص أن الحفل الديني سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند أذان صلاة العشاء. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزينفوايما وتطبيق ماي دوزيم على الشاشة. الأنباء متواصلة أنفوسواغ مع وديع دادة والمسائية تقدمها رحمة الحناوي. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.